السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زرناكم اليوم في مهرجان الخيل العربية الأصيلة بالمنطقة الشرقية. هذه الفعالية لها عدة أقسام. واحد، هنا عندهم قسم كامل للأعمال الفنية للفنانين عن طريق الرمل، مجموعة تقريبا ما يقارب أكثر من 12 فنان. في قسم للألعاب، وفي بوثات، وفي ايضا سباق الخيل الرئيسي. اليوم زيارتنا في هذا القسم البسيط الجميل، فعلا جميل، وهو عباره عن الرسم للاعمال الفنيه، مجسمات ما يتعلق بالخيل. وناخذ لكم جوله، جزء منها ثقافه، جزء منها من تراث المملكه العربيه السعوديه، مثل القلاع المشهوره، مثل المصمك، وايضا لقطات جميله للخيل العربي الاصيل. فهنا مثلا سور كامل مجسم، وايضا عليه تحته اللي هي عباره عن صخور حولوها على شكل خيول. هنا احد القلاع او الاسوار القديمه، ايضا حاطينها في الليل، المكان جدا جدا لقطاتها جميله وحلوه، لكن احنا مصورين بالنهار من باب ان تكون الصوره واضحه للجميع. فهذه احد النماذج، ومسوي لكم مسار للزائر يقدر يمشي بين هذه القناديل الموجوده والفوانيس في الارض. شوف الصورة هذه جميلة، المجسم كامل للخيل. هذا واحد، اثنين، كل هضبة أو كل تلة من الرمل موجود فيها بصمة معينة، فكرة معينة بيوصلها الفنان لنا. فنمر هناك، عندنا آخر المشاهد نوريكم بعد إياها إن شاء الله. هذه قلعة جميلة جدا. نوقف معاكم مع هذه الرسمة الجميلة. ابداع. نسوي لكم فوق ذلك جولة، لقطة عامة المجسمات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ما يقارب أكثر من 20 مجسم موجود. ونوقف على المجسم الجميل الرائع هناك.